دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فتنطلق أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام على متن أسطول الشركة الوطنية لنقل حجاج تضامن الغربية والمنوفية، وحتسير مصر للطيران في أول أيام التفويك 16 رحلة جوية للأراضي المقدسة بواقع 6 رحلات جوية لجدة و10 رحلات جوية للمدينة المنورة، من بينهم 4 رحلات جوية لنقل حجاج باماكو وكوناكري، ورحلة من برج العرب لجدة لنقل حجاج تضامن الغربية والمنوفية وقرعة المنوفية، بعثة وزارة الداخلية وحج أفراد. النهاردة هيعقد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الملتقى الفقهي الخامس تحت عنوان منهجية التعامل مع السيرة النبوية بين ضوابط التجديد وانحرافات التشكيك، وده في تمام الساعة 3 عصراً بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر في إطار دعم الأزهر الشريف للفكر الوسطي وضبط حراك التجديد. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع مباراة نهائي كأس المؤتمر الأوروبي اللي هتجمع ما بين أولمبياكوس اليوناني وفيورنتينا الإيطالي في تمام الساعة 10 ليلاً.